أصدق إني أخيراً بجلس في بيت عمتي الجميل. بيتها مليان أشياء ممتعة ولازم أهتم فيها. ترى بيت مو البيوت تهتم بنفسها يا ريم. أصلاً إيش لازم نسوي هنا؟ هي ما قالت إيش نسوي بالضبط، لكن أكيد لازم ننتبه لقطوتها، يعني نسوي أشياء للقطوة، نأكلها، نغير صندوق الفضلات، أشياء للقطوة. إيش رأيك نجلس ونشرب عصير مانجو ونرتاح؟ نرتاح؟ كيف وعندنا مسؤوليات كثيرة؟ طيب بنخلصها أظن. وأكيد حبيباتها النخلات، زرعتهم من سنة ومتحمسة عشان تبدأ تنتج تمر بعد كم سنة. يا ليت لو تنتج تمر وأنا أكون اللي أهتم بالبيت عشان أسوي لها حلة تمر إذا رجعت البيت، بتكون مرة مبسوطة. من جد حب النخلات مرة. كاتبة ملاحظة في تقويمها أن الشهر الجاي بتشارك في مسابقة النخلة. أجل يا روبو، بنسوي كل اللي نقدر عليه عشان تكبر النخلات. يو لا، القطوة ممنوع إنها تطلع من البيت. راجعة. تعبت ألحق القطوة في الحي كله. انبسطت يوم شفتي الحي؟ لا عاد تخلي الباب مفتوح، هذه القطوة بتقعد جوا البيت طول حياتي. مسابقة النخيل باقي أسبوعين وتبدأ مسابقة النخلة يا ريم. النخلة؟ يو، ما شيكت عليها من أسبوعين، كذا مو كويس، لازم نعالجها يا روبو. ليه صار كذا؟ لأنها تحتاج ضوء. تبيني أجيب كشاف؟ يمكن إذا سلطنا عليها ضوء كثير تعيش. تحتاج النبتة لضوء الشمس وماء وثاني أكسيد الكربون، وبعدين تمر بعملية التركيب الضوئي. ثاني أكسيد الكربون؟ تبين ننفخ على النبتة؟ لأن ثاني أكسيد الكربون أحد الغازات التي تطلع من الإنسان خلال التنفس. صح عليك، بس موجود أيضاً في الهواء طبيعياً. كويس، لأننا نتعب إذا قعدنا نتنفس عليها طول اليوم. طيب، كيف تحصل على ثاني أكسيد الكربون؟ ركز على هذه الورقة روبو. أوراق النباتات فيها فتحات صغيرة يدخل منها ثاني أكسيد الكربون، ومفردها يسمى ثغرة، وجمعها ثغرات. إذا شلنا النبتة من الظل تتعرض للشمس وتحصل على ثاني أكسيد الكربون من خلال الثغرات، وتوصلها الموية من خلال جذورها، وكذا تحصل على كل المكونات. كل خلية نبتة مكونة من أجزاء اسمها عضيات، وكل عضية لها وظيفة مختلفة. واحد من العضيات اسمها الكلوروبلاست، يستخدم الكلوروفيل الأخضر عشان يمتص الطاقة الشمسية اللي يتعرض لها، عشان كذا لون أوراق النباتات أخضر. يدخل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى الكلوروبلاست، ويستخدم الطاقة الشمسية اللي التقطها الكلوروفيل عشان يصنع الجلوكوز، ويستخدم الأكسجين كمنتج ثانوي. نسمي هذه العملية التركيب الضوئي. أتوقع أن غاز الأكسجين يطلع من الورقة من خلال الثغرات. توقعك صحيح. نفس الأكسجين اللي يتنفس الإنسان؟ إي روبو، الأكسجين اللي ينتج من النبات يساعد على استبدال الأكسجين اللي يستهلك الإنسان والحيوان عن طريق التنفس. بما أن النبتة تصل لجميع المواد اللي تحتاجها، نقدر الحين نجلس ونشرب عصير المانجو ونخلي التركيب الضوئي يسوي شغلته.